تتزين واجهات محلات الألبسة والأحذية بولاية القيروان معلنة انطلاق موسم التخفيضات الصيفية، وهي مناسبة يترقبها العديد على أحر من الجمر للاقتناء والتبضع. وبين محلات تنتظر حرفائها وأخرى تستقبلهم، تبدو الحركة التجارية عادية. عدسة الحياة أفام كانت في الموعد لترصد آراء الحرفاء وأصحاب المحلات في الأيام الأولى من موسم التخفيضات الصيفية. بدينا 7 قوت يعني عندنا من 20% ل 70%، عندنا 50%، عندنا 70%، 20%، 30%. فما حركيه الصباح، فما حركيه العشيه، يشري تو كيما يشري بعد تو تتو الشوا، فما نجم جمع اخرى ولا جمعتين اخرين مع شيء الشوا. والله بدينا مع موسم سوليد التخفيضات، عندنا ديزارتيكل فيهم 20%، ديزارتيكل فيهم 30%، وكل ارتيكل وشنو معناتها البورسنتاج نتاع السولد نتاعو. ما فماش حركيه معناتها برشا مسلسل حقيقه اكثر في الحركيه معناتها بتاع الكليونات. الحقيقه نجم تكون معناتها من الموسم ما عندوش برشا بطبيعته من اللي بدا، معناها ان شاء الله معناتها في الايامات الجايه تتحرك اكثر. والله الحمد لله فما شويه بيو تحركت شويه على الايامات اللي فاتت، بيسك العباد تستنى فيه ديجا هو السولد، ديما يستناو السولد في الشتاء ولا في الصيف، خاطر فما برشا عباد مثلا ما تنجمش تحضر للرونتري، ما تنجمش تشري في اول سيزون تاع الصيف. فما حاجات خرجناهم للرونتري طيحنا فيهم بالكدي باش العباد نجم تشري، وخاطر تعرف انت ميزان تونس ميزانيتها تاعب، فما عباد ما خلطتش بشريت في العيد باش تلبس في الرونتري. 20 دينار تساعدك تيح تنقص منها 20 دينار، انا الاول ما نشريهاش مثلا عارفه مش تيح تنقص حتى ولو 5000، تساعدني اني نشريها اقل من نشريها بسوم هذاك. انا استنيت موسم السرد باش نشري للصغيرات كحاجات يكونوا في المتناول، سختو اللي جايه ان شاء الله القرايه على قريب، فما اللي في المتناول وفما الغالي وفما كل واحد وامكانياته. انا الحقيقه مازلت ما عملتش دوره خاطر مازال كي بدا، اما توا حس تقريب جيت لهنا لقيت حاجات هكا في الموين جام تاع كل يوم سافا. المواطن ولا يختار يشري في السولد خاطر الاسوام ياسر غاليه، ولا يساعدوا المواطن يستنى السولد باش يشري حاجه مزينه هكا في المتناول زاده. الاسوام بالطبيعه ديما طالعه، هما ما يوصلوا ما يحطوا مثلا سولد الا ما يخرجوا لبرا سي كاليتي ما فما الجمله. مش نوع انه 15 دينار ما يستاهلوها، مع يقولك حاجه بسيطه برشا 15 دينار، لكن عند الزوالي هي برشا 15 دينار. في نفس الوقت ما تنساش معناتها مو جمعه تمشي على روحها سي. الحياه فهم الحياه فهم زهره الحياه.